السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتصحيح التمرين الثامن من الدرس الثالث المتتاليات العددية. نص التمرين يقول: لتكون UN N أكبر من أو يساوي 1، متتالية عددية معرفة بما يلي: UN تساوي 5 زائد كوسينوس N مقسوم على N أس 3، لكل N عدد صحيح طبيعي غير منعدم. السؤال الأول: بين أن لكل n من n إطوال القيمة المطلقة لـ un ناقص 5 أصغر من أو يساوي 1 على n أس 3. السؤال الثاني: استنتج نهاية un عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية. لنبدأ بالسؤال الأول: لنبين أن لكل n عدد صحيح طبيعي غير منعدم، القيمة المطلقة لـ un ناقص 5 أصغر من أو يساوي 1 على n أس 3. من أجل هذا، ليكن n عنصر من n إطوال، لدينا القيمة المطلقة لـ un ناقص 5 هي القيمة المطلقة لـ 5 زائد كوسينوس n مقسوم على n أس 3 ناقص 5، عوضت un بتعبيرها. نختزل 5 وناقص 5، إذا يتبقى لدينا القيمة المطلقة لكوسينوس n مقسوم على n أس 3، يعني القيمة المطلقة لكوسينوس n مقسوم على القيمة المطلقة لـ n أس 3. n عدد صحيح طبيعي غير منعدم، إذا n موجب قطعا. هذا يعني بأن القيمة المطلقة لـ n أس 3 هي n أس 3. من جهة أخرى، نعلم أن القيمة المطلقة لكوسينوس n أصغر من أو يساوي 1، وبالتالي نحصل على القيمة المطلقة لـ un ناقص 5 أصغر من أو يساوي 1 على n أس 3، وهذا هو المطلوب. ثانيا، لنستنتج نهاية un عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية. بما أن لكل n من n إطوال un ناقص 5 داخل رمز القيمة المطلقة أصغر من أو يساوي 1 على n أس 3 حسب السؤال السابق، ومن جهة أخرى نهاية 1 على n أس 3 عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية تساوي 0، إذا حسب مصادق التقارب لدينا نهاية un عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية تساوي 5. في الأخير، لا يسعني إلا نشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.